بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد اللقاء ونلتقي من هنا من بيت الله العتيق من جوار الكعبة الشريفة، نلتقي لنتدارس آيات من كتاب ربنا القرآن العظيم، هذا الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والذي جعله الله عز وجل مهيمنا على سائر الكتب السماوية التي سبقته من حيث النزول. هذا الكتاب الذي تكفل الله جل جلاله بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم عن طبيعته ورسالته، فأما عن طبيعته فهذا الكتاب روح، وهذا الكتاب نور، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا الكتاب روح وهذا الكتاب نور، والروح ندرك إذا أطلقت هذه الكلمة فإنها تعني أن الجسد الذي فيه روح فهو الحي، والجسد الذي فارقته الروح فهو الميت. وإذا أطلقت كلمة النور فإننا ندرك أن العين الباصرة إذا وجدت النور فإنها ترى الأشياء، وإذا أحاطت بها الظلمة فإنها لا ترى الأشياء. وهكذا هذا الكتاب الروح والنور، فإن من لم يهتدي بهداه ومن لم يتبع ما فيه من الحق فهو ميت الأحياء، ومن لم يستقم وفق ما جاء في هذا القرآن العظيم فهو حاله كحال من يسير في الظلمات. وهذا الكتاب رسالته في الحياة والأحياء الهدى، فالله عز وجل جعل هذه رسالة هذا الكتاب العظيم، كما أخبر عن ذلك في كتابه جل جلاله، وكان ذلك في صدر سورة البقرة ثاني سور القرآن، حيث قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب هدى، وكما قال عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وإن الوصول إلى هدى القرآن وتحصيل هدى القرآن، فقد جعل الله عز وجل
له طرقا أخبر عنها في كتابه الكريم، وحقوقا ألزم بها أيضا في كتابه الكريم، فإن العلاقة التي بين العبد وكتاب ربه عز وجل إنما تقوم على أحسن طريق وعلى أفضل طريق حين يلتزم الإنسان بتلك الحقوق الأربعة مع هذا الكتاب العظيم، وعندها ستقوم علاقة سوية فيما بينك وبين كتاب ربك. فأول هذه العلاقات الأربع، أولها أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن، أن تقرأ القرآن بنفسك وأن تسمع غيرك القرآن وأن تسمع القرآن من غيرك. والله عز وجل أشار إلى ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى في أمر قراءة القرآن: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال في استماع القرآن: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال في إسماع القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته، فهو يتلو الآيات ليسمعهم القرآن. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا هذا الأمر الأول الذي تقوم به العلاقة الصحيحة السليمة فيما بينك وبين كتاب ربك أن تؤدي هذا الحق، وهو أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع. فإذا قمت بهذا الحق انتقلت إلى الحق الذي بعده لقيام العلاقة، وهو أن تلك القراءة وذاك الاستماع مطلوب منك أثناءه أن تتفكر وتعمل عقلك الذي أكرمك الله عز وجل به. هذه النعمة الكبرى وهذه الآية الجليلة التي ميزك الله عز وجل بها عن كثير ممن خلق، نعمة العقل، أن تسخرها لتفهم مراد الله عز وجل مما قرأت من آيات القرآن. وهذه هي الثمرة العظيمة للقراءة والسماع والإسماع، هي أن تعمل عقلك تدبرا وتفكرا وصولا إلى فهم مراد الله عز وجل من آيات القرآن. والله سبحانه وتعالى بين هذا الحق وهذه العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين كتاب ربنا، وهذا في قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الكتاب ليقابل من الإنسان بالتدبر وصولا إلى فهم مراد الله عز وجل. فإذا أديت هذا الحق ووصلت إلى فهم مراد الله عز وجل بتدبر آيات القرآن، فعندها تنتقل للحق الثالث لتقوم العلاقة السوية مع الكتاب العظيم، وهو حق اليقين والإيمان. فلا يكفي مجرد القراءة ولا يكفي مجرد الفهم والوصول إلى المراد، بل عندها يأتي الواجب الأعظم، وهو قضية الإيمان واليقين بأن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق. فالقرآن قول حق، وهو قول الحق جل جلاله، فيقابل الإنسان تلك المعاني والمرادات الربانية من آياته جل جلاله وكلماته القرآنية
أن يقابلها بالإيمان الصادق واليقين الجازم بأن ذلك حق، ولو كان الناس كلهم في جهة والكتاب في جهة، فالمؤمن يكون مع الجهة التي فيها كتاب الله وكلام الله ولا يتردد أبداً ولو كان الناس كلهم في الجهة الأخرى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. فإذا حقق الإنسان هذه العلاقة وهذا الأمر انتقل إلى الحق الرابع لهذا الكتاب، وهو قضية العمل والتطبيق والاستقامة وفق ذلك الأمر الذي أراده الله من آياته وكلماته في هذا القرآن العظيم، أن الإنسان ينقاد لأمر الله عز وجل. بهذه الأمور الأربع تقوم العلاقة مع القرآن، وتكون من أهل القرآن، ويكون القرآن شافع لك يوم أن تلقى الله عز وجل، وقائدا لك إلى رضوان الله وإلى جناته جل جلاله. وعلى قدر ما يكون التقصير يكون تخلف ذلك الأمر. إن الله عز وجل في كتابه الكريم أعلن للناس كلهم ضمانة، والضامن كفيل، فالله سبحانه وتعالى أعلن تلك الضمانة للناس كلهم، وتلك الضمانة القرآنية الربانية هي في قول الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالله عز وجل ضامن لك أيها الإنسان ألا تكون ضالا في هذه الدنيا، وألا تكون شقيا في هذه في الأخرى، وألا تكون خائفا في هذه الدنيا، وألا تكون حزينا في الأخرى. الله ضامن، والشرط لكي تدخل في تلك الضمانة أن تتبع هدى الله، أن تتبع هدى الله. فإن من اتبع هدى الله دخل في تلك الضمانة، ومن خرج عنها بعدم اتباع هدى الله أنى له أن يتحقق له ذاك الوصف، أنى له. ومن هنا كان أعظم دعاء وأفرض دعاء هو طلب الهدى، وهذا ما جاء في أول سورة في ترتيب القرآن وأعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، التي تضمنت دعاء واحدا في وسطها وقلبها: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه السورة التي يجب على المصلي أن يقرأها في كل ركعة، وعندما يقرأها فإنه يقول هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولو كان هناك دعاء أوجب وألزم وأعظم وأهم لهذا الإنسان من طلب الهدى لذكر في هذه السورة العظيمة. وعندما يقرأها الإنسان ويطلب الهدى فيأتيه الجواب مباشرة عن مكان الهدى الذي إن كان صادقا فليطلبه فيه، فجاء الإخبار مباشرة بعد الدعاء بطلب الهدى في سورة الفاتحة، جاء الإخبار مباشرة في صدر سورة البقرة بعد الدعاء بآيات معدودة محدودة، يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طلبتم الهدى
فهذا المكان الذي تجدون فيه الهدى هو كتاب الله جل جلاله، فمن اتبع هداي. فإذن هذا الأصل في الهدى وهو هدى البيان والدلالة والإرشاد. أما هدى التوفيق فهو لله جل جلاله، والوصول إليه إنما هو بطلبه من الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفي اتباع هدى القرآن الذي هو في قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن طلب من الله الهدى ومن اتبع هدى البيان فإنه يستجلب هدى التوفيق بأعظم الطرق لتحصيل هدى التوفيق. والله عز وجل قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن هذا الأصل العظيم وهذا الكلام الذي له الأهمية القصوى في وصول الإنسان إلى غاية الوجود وغاية الخلق عبادة الله وحده، فإنما يتحقق ذلك عندما تكون من المهتدين وليس عندما يكون الإنسان من الضالين. وفي أمر الهدى انقسم الناس إلى أربعة أقسام ذكروا في كتاب الله عز وجل، فمتبع الهدى هو المهتدي، ومتبع الهدى وناقله لغيره فهو الهادي، والمفارق للعمل بالهدى فهو الضال، والناقل لما دخل وأدخل نفسه فيه من الضلال الناقل لذلك فهو المضل. فالناس مهتد وهادي وضال ومضل، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين الهادين. إن هذه السورة العظيمة سورة آل عمران تضمنت كما قلنا ونكرر عند كل لقاء حتى نكون في جو هذه السورة وفي ما نزلت فيه، وهذه سورة التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهتدي بهدى القرآن، والله عز وجل أمره أن يعلن ذلك في الناس، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو متبع لهدى القرآن هذا الوحي الذي جاءه من عند ربه عز وجل، وهو هاد لأنه مبلغ لهذا الهدى، مبلغ لهذا الهدى. ولذلك قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو هاد عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم. وهذه السورة الكريمة في صدرها جهد واجتهاد وبذل من النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ هدى الله لفئة كافرة أشركت بالله وهم نصارى نجران، والمقصود وفدهم الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وناقش ما يحملون من أفكار منحرفة، وبلغهم الهدى، بلغهم الهدى الذي جاءه من عند ربه عز وجل الذي فيه الحق وفيه العدل والإنصاف وفيه البيان الشافي وفيه الهدى والنور وفيه الروح لهذه الأجساد أن تحيا بالإيمان وأن تستبصر طاعة
طريقها إلى الله جل جلاله ولقائه سبحانه وتعالى، ولكن طغت على تلك النفوس محبة الدنيا والتعلق بها، محبة الدنيا، هذا المعوق وقاطع الطريق بين الإنسان وبين الهدى، هدى الله، محبة الدنيا والتعلق بها، حتى يتجاوز الإنسان الحد المشروع في التعامل مع الدنيا، وعندها تصده الدنيا والتعلق بها يصده ذلك عن قبول هدى الله سبحانه وتعالى. رأينا ونحن قد مررنا بآيات من هذه السورة، ما يزيد على 40 آية من هذه السورة العظيمة، رأينا كيف كانت البداية بالتعظيم لله جل جلاله وذكر القرآن الهدى وذكر النعمة الكبرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إنزال هذا الهدى، وأن الله فتح عليه بهذا الهدى، ثم الكلام عن أهل الكفر وأحوالهم وما هم فيه من العمى وأثار ذلك الكفر، ثم الإخبار عن أهل الإيمان الذين قبلوا ذاك الهدى وما هم فيه من الخير، وهكذا مرت تلك الآيات، وكل ذلك تحذير لتلك النفوس علها أن تقبل هذا الهدى، وعلها أن ترى فيه بالعين الباصرة والأذن السميعة والقلب الواعي، أن ترى ذاك الحق في كتاب ربها جل جلاله، وأن ترى في قضيتها الأم التي تبنتها وأحاطت بها شبهات كثيرة، وهي فيما يتعلق بذات المسيح عيسى عليه السلام الذي ألهوه وأخرجوه عن حد البشرية والرسالة والنبوة وغلوا فيه، فكيف كانت آيات القرآن عرضت قضية الإيمان وقضية مصدر الحق الذي ينبغي أن يتلقى منه الإنسان الحقائق وهو الوحي، وقضية الإعراض عن الهدى وما الذي سيترتب عليه، فهذه أمور وقفنا عليها، إلى أن يأتي بعد ذلك الحديث عن أس القضية ولبها، ورأينا كيف كان هذا الكتاب العظيم الذي مقصوده وغايته أن يدرك الناس الحق وأن يقبلوا الحق، أن يعلموا الحق وأن ينقادوا للحق، فلذلك كان عرض القرآن بما يهيئ النفس للوصول إلى هذه الغاية، معرفة الحق وقبول الحق، وأن يدرك الإنسان الضلال المقابل للحق، وأن يستبين له الطريق، ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة والثمرة، فرأينا كيف أن القرآن لم يعرض لقضية المسيح عيسى عليه السلام مباشرة، وإنما كانت تلك التوطئة الأولى بكل ما ورد فيها، ثم حتى عندما أراد أن يبدأ في عرض القضية أحيطت بذاك الأمر الذي تجلى فيه الكرم والجود من الله الكريم أجود الأجودين
تجلى فيها الرحمة، تجلى فيها العلم، تجلى فيها كمال القدرة من الله سبحانه وتعالى، تجلى فيها عناية الله بالبشر، بهذا المخلوق الإنسان المخلوق المكرم، تجلى فيها كمال ملك الله والحقانية له في تدبير أمر البشر وأمر هذا الكون. أليس هو خالق الكون؟ أليس هو العليم بالكون؟ فهو صاحب الحق فيما يفعل ويدبر. ثم أن من تدبيره أمر الاصطفاء والاختيار لفئة من الناس لتقوم بتبليغ الناس ما جاءهم من عند رب الناس. فالكتب رسالات السماء من رب الناس، يؤديها عدد من المصطفين من الناس ليبلغوا عموم الناس. فهذه هي الكتب، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل. فالله يصطفي، والله يختار، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهنا وقضية المسيح عيسى عليه السلام انقسم فيها بنو إسرائيل إلى قسمين رئيسيين على التضاد. قسم تعامل معها بالتقصير والإجحاف والتفريط والخلل العظيم، وقسم تعامل معها بالغلو والخروج عن المطلوب. ونجد في كتاب الله جل جلاله ميزان الوسط، ميزان العدل. نجد في كتاب الله إخبار الحق في هذه القضية العظيمة. فلذلك يبدأ في عرضها بهذا الحق العظيم لله جل جلاله، وهو حق الاصطفاء. وهذا أصل عظيم في منهج تعامل الإنسان مع ربه عز وجل، أنه هو صاحب الحق أن يصطفي وأن يختار. وبناء الإيمان بهذا الاستحقاق للجليل جل جلاله أنه الخالق، وأنه العليم بما خلق، وأنه الحكيم في تدبير أمر ما خلق. الله خالق كل شيء، والله جل جلاله هو العليم بكل شيء، والله عز وجل هو الحكيم في أمره جل جلاله. فالمؤمن، وهذا الإدراك يقوم على هذه الأصول العظيمة التي هي أسماء لله: الخالق، العليم، الحكيم. فيقوم هذا الأمر في قلب المؤمن فيسلم لربه جل جلاله بهذا الحق أن له حق الاصطفاء والاختيار. وعلى هذا الأصل، ولذلك من لم يوقن بهذا الأصل فلا بد أن يكون الوقوف مع هذا الحق قبل البيان في مفردات من اصطفاهم الله عز وجل. فلذلك كان البدء في هذا الأمر بقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وهذا التسلسل بذكر هذه الأربعة هي المحضن من البداية إلى المرحلة القريبة من المسيح عيسى عليه السلام. فآدم الأب الأول للبشرية كلها،
ونوح هو الأب الثاني للناس كلهم، ثم آل إبراهيم، ثم آل عمران، وآل عمران من آل إبراهيم، لكنهم اختصوا للعلاقة هنا بذكر المسيح عيسى عليه السلام. فعيسى هو ابن مريم، ومريم بنت عمران، والله اصطفى آل عمران. ثم رأينا أيضا لم يكن الحديث فقط عن بيت عمران بالتحديد، بل كيف امتد الأمر إلى زكريا عليه السلام الذي في بيته وزوجه لها علاقة بآل عمران، فهي أخت لأم مريم، أو قيل أخت لمريم بنت عمران. ثم هو المحضن والكفيل لمريم في حال صغرها، والقائم بأمر الرعاية لها بأن الله عز وجل كفله مريم. فلذلك هذه العناية لكي تتهيأ نفس المتلقي لقبول هذا الحق كله عندما يجد أن هذا الكتاب الكريم العظيم ذكر الأمر بهذا البيان الشافي، بهذا الإنصاف، بهذه الحقانية، وببيان المكانة والفضيلة التي للمسيح عيسى عليه السلام. ولكن تلك النفوس التي أغلق عليها حب الدنيا، أغلق تلك القلوب من أن تقبل الحق، وأوصدت تلك الأبواب لتقبل الحق، وكان التعلق بالدنيا والخوف من أن اتباع هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي الخاتم، ظنوا أنهم لو فعلوا ذلك لفاتهم تلك العطايا التي كانت تأتي من قيصر الروم لنصارى نجران، فاختاروا الأدنى وتركوا الأعلى. فإذن والله جل جلاله يخاطب النفوس بهذا الخطاب، ولذلك نقول النصارى لو أنصفوا أنفسهم لوجدوا أن المسلمين هم أقرب إليهم من اليهود، وأن المسلمين في كتابهم تعظيم قدر رسولهم عيسى عليه السلام، وأيضا تزكية لأمه مريم البتول عليها السلام، ولعائلته وأسرته وانتمائه، وبيان انتمائه الشريف إلى الخليل إبراهيم، ثم إلى نوح، ثم إلى آدم، ذرية بعضها من بعض، وأن تلك المكانة للمسيح عيسى عليه السلام لو كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يدعي لنفسه فكيف يخبر عن هذه الفضيلة لعيسى عليه السلام، ثم أنى له أن يخبر عن ذلك الأمر الذي لا يعلمه الإنسان إلا بوحي، فأنى له أن يخبر عن كل تلك الأحداث التي كانت. فإذن هذا هو، إذا تصورنا الزمن الذي نزلت فيه هذه الآيات المباركات، ونصارى نجران وفدهم في المدينة،
ويدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلوه وهو يقرأ عليهم آيات القرآن الكريم، والصحابة ينظرون ويستمعون إلى ذاك الحوار ويجدون آيات القرآن كيف تثبتهم، كيف تحذرهم من أن لا يغتروا بهؤلاء، وأن ما هم فيه إنما هو مفارقة للحق، إلى أن كان وقوفنا في درسنا الماضي، والله سبحانه وتعالى يبشر البتول مريم الصديقة عليها السلام بتلك البشارات العظيمة. وحتى في البشارة رأينا كيف كانت الحكمة الإلهية في توطين النفس لقبول الأمر العظيم، كيف كانت البشارة لمريم عليها السلام، وأن البشارة من الملائكة وليس من بشر، لأن الأمر عظيم وجليل وكبير، وأن الأمر ليس كل نفس تطيقه أو تتحمله، فكانت البشارة من الملائكة. ثم كان ذاك التدرج في البشارة التي ابتدأت بقول الله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الآيات قضية اصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ومريم من آل عمران، إذن هي صفوة من صفوة، واختيار من وسط اختيار، وتميز من وسط تميز. فهذا شأن الصديقة مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك. ومن اصطفاه الله ماذا سيختار الله له؟ أليس يختار له الخير؟ أليس يختار له الأعلى؟ وهل من عرف أنه مصطفى من عند الله وأن الله اصطفاه والملائكة أعلمته بذلك، هل يظن بربه سوءا؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، فطهرك بفضل من الله وعطاء من الله، واصطفاك على نساء العالمين، وهذه كلها وقفنا معها في دروسنا الماضية. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن ذاك الاصطفاء وذاك العطاء يتطلب شكرا، يتطلب جهدا، يتطلب عملا صالحا. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أن يكون الحال الغالب والصورة التي ترى منك ويشاهدها من وقف على حالك حال عبادة وخضوع وقرب من الله جل جلاله. ثم تذكير أيضا في وسط هذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع منه من نصارى نجران وللصحابة رضوان الله عليهم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الغيب من لم يؤمن به أنى له أن يعرف الهدى والحق. من لم يؤمن بالغيب أنى له أن يخضع للحق. من لم يؤمن بالغيب أنى له أن يستبصر الطريق وأن يخرج من الظلمات، ظلمات الدنيا، ظلمات المادة، ظلمات الشهوات،
ظلمات حب المال والعبودية له، وأعظم الغيب الإيمان بالله، ومن أعظم الغيب الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والقضاء والقدر، كل ذلك غيب. من لم يؤمن بالغيب كيف سيتحرر من رق العبودية للدنيا؟ من لم يؤمن بالغيب كيف سيدرك قيمة العيش والحياة في هذه الدنيا؟ كيف يعيش لأمر كبير؟ كيف وأفقه لا يتجاوز تلك الأيام المعدودة التي يقضيها ثم يفارقها حتما بالموت؟ ثم ماذا بعد الموت؟ لا يعلم. إلى أين سيذهب؟ لا يعلم. المآل والمصير؟ لا يعلم. أن يفكر في أن يعد لما بعد الموت عدة؟ لا يعمل. الغيب، وما أدراك ما الغيب؟ قضية عظيمة وفارق جذري بين إنسان مؤمن وكافر بالغيب، وما يترتب عليه من مفارقة في نمط العيش والحياة والعمل والنظر ووزن الأشياء، مفارقة ضخمة جدا بين من يؤمن بالغيب ومن لم يؤمن بالغيب، وبين من يؤمن بالغيب يقينا وصدقا، وبين من يقوله قولا ومشافهة ونطقا، فرق كبير. بين من يؤمن بأن هناك بعث بعد الحياة بعد الموت وحساب وجزاء، يقول ذلك بلسانه لكنه لا يكون له أثر على حياته، الفارق كبير، الفارق كبير وضخم جدا بين عمل هذا وعمل هذا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكأنه ينظر إليهم، وكأنه يسمع شجارهم وخصومتهم، وكل يريد أن يكون هو الكفيل لمريم عليها السلام، حبا في أن ينال ذاك الشرف. وهو إخبار عن بني إسرائيل وعن شيء من تاريخهم، وإسرائيل هو يعقوب، وإليه تنتمي أمة عظيمة منها أنبياء كثر وعظام، يتقدمهم كليم الله الذي اصطفاه واختاره موسى عليه السلام، ومنهم داود الذي ألان الله عز وجل له الحديد، ومنهم سليمان الذي آتاه الله ملكا عظيما لم يؤته نبيا من الأنبياء، ثم خاتمتهم كلمة الله روح القدس المسيح عيسى عليه السلام، ومنهم الحواريون، ومنهم من صدق الأنبياء، ومنهم من كفر، ومنهم من لم يقبل الحق. ولكن الارتباط كما ذكر القرآن ارتباط بين الأنبياء، ارتباط واضح، وارتباط بين أتباع الأنبياء والمصدقين بالأنبياء ارتباط واضح، فهي أمة واحدة وهو الإسلام الذي أخبر الله عز وجل أنه هو وصف إبراهيم عليه السلام، ومن قبله نوح، ومن بعده موسى، وأنبياء الله جل جلاله كما ذكر الله في القرآن، وكذلك أتباعه. هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب أبدا عنا، وأن الله ما ذكر لنا الأنبياء في كتابه إلا لأخذ العبرة والعظة
والتسليم بمكانتهم وإمامتهم وقيامهم بحق الله، ومعرفة ذاك الارتباط الوثيق العظيم فيما بينهم كلهم، وأنهم سائرون على طريق واحد، وهذا أمر في غاية الأهمية. لذلك عد الإيمان بالأنبياء والرسل ركنا من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نحب موسى عليه السلام، ونحن أولى بموسى من قومه الذين كفروا به، ونحن نؤمن بعيسى عليه السلام ونحبه، ونؤمن بأنه نبي الله ورسول الله وكلمته، ونحن أحق به من قومه الذين كفروا به وغلوا في أمره. فيقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وإذ قالت الملائكة في الأولى يا مريم إن الله اصطفاك، وهنا إذ قالت الملائكة، فهذا بدل اشتمال، وبينهما تلك الآيات وهي التذكير بذلك الغيب الذي أعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة، ونفس الأمر، الملائكة الجمع هنا هل المقصود به جبريل عليه السلام أو جمع من الملائكة معه؟ على قولين لعلماء التفسير، والعبرة أن الملائكة كلمت مريم عليها السلام: يا مريم. الخطاب بالاسم كم فيه من الاستئناس وإذهاب الوحشة والخوف والوجل عندما يخاطبك من لا تعرفه باسمك، فيجعل هذا النداء بالاسم تقريب في المسافة فيما بينك وبينه، ويبني لبنات في القرب والإلف، ويزيل شيئا من الوحشة والخوف والرهبة، وخاصة امرأة فتخاطب بالخطاب، فيكون لذكر الاسم شيء من إزالة تلك الوحشة وبناء تلك الألفة. يا مريم إن الله، الله هذا الاسم العظيم، الله، الله الملك الأعظم الذي لا كفء له ولا ند له، الله جل جلاله، إن الله بهذا التأكيد يبشرك، إن الله اصطفاك، إن الله طهرك، إن الله يبشرك. الله، هذا الربط العظيم حقيقة. لماذا؟ لأن ما سيأتي أمر عظيم تحتاج مريم الصديقة أن تهيئ نفسها لما سيأتي، فهي المرأة العفيفة، هي المرأة العابدة، هي المرأة التي عرفت في بني إسرائيل أنها صنف في العبادة، وأنها على حال ليس هناك شبيه لها من بني إسرائيل، وأنها من تلك الأسرة المصطفى، والأم التي نذرتها أن تكون عابدة في المعبد لله جل جلاله، وعمران وكفيلها نبي وهو زكريا، كل هذه البيئة التي أحاطت بها، ثم ها هي يقال لها بأنك ستلدين ولدا بدون زوج
أليس هذا أمر عظيم؟ أليس هذا خبر كبير أن يقال لها وهي العفيفة الصادقة هذا الأمر؟ لما كان الأمر سيقال لها في هذا الباب كانت تلك التهيئة، فما أحلمك يا الله وما أرحمك يا الله وأنت العليم الحكيم جل جلال. إن الله يبشرك، إن الله العظيم الجليل، وأن الأمر بشارة، أن الأمر بشارة، وأن ذلك الذي سيكون هو مقتضى الاصطفاء ومقتضى الاختيار ومقتضى التطهير الذي أكرمك الله عز وجل به، ومقتضى أن تكوني من ذاك البيت وأن تكون كفالتك عند زكريا عليه السلام. أن الله يبشرك بكلمة منه، ولاحظوا أيضا الإضافة منه، بكلمة، كلمة الجمهور، جمهور المفسرين كما ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه، أن المقصود بكلمة أن قال الله عز وجل كن فكان المسيح عليه السلام من غير أب ولا سبب، وأن ذلك الأمر ما كان إلا لمريم البتول، فلم يكن لامرأة قبلها ولن يكون لامرأة بعدها، ما كان لامرأة قبلها من آدم عليه السلام إلى مريم عليها السلام لم يكن ذلك لأي امرأة قبلها، ومن مريم عليها السلام إلى قيام الساعة لن يكون ذلك لامرأة بعدها، أن تلد بغير زوج ولا سبب، أي مباشرة رجل، فذلك لم يكن لسواها عليها السلام. فبكلمة من أن قال كن فكان، ومنهم من قال بكلمة من أن الله عز وجل بشر به في الكتب السابقة، فلذلك هو كلمة، حيث مبشر به بكلمة في الكتب السابقة. ومنهم من قال بكلمة من الله أن الله يهدي به كما يهدي بكلماته، ومنهم من قال بكلمة من الله أنه كلم الناس في المهد، والأظهر القول الأول، فهو قول الجمهور وهو الأقرب إلى المراد. إن الله يبشرك، والبشارة بما يسر، وهذا الأصل فيها، وسميت البشارة بشارة لظهور السرور على بشرة الإنسان ووجهه، فلذلك سميت البشارة بشارة، حيث أنها ما يجده الإنسان من السرور والفرح في نفسه يظهر على محياه على وجهه بالبشر وطلاقة الوجه، فمن نظر إليه يدرك ذلك، فلذلك سميت البشارة بشارة. إن الله يبشرك بكلمة منه، وهذا كله سبحان الله تهيئة لنفس مريم، والبشارة التي تجعل هذا الأمر ينتقل من النظر إليه بأنه بلاء إلى أن يكون بشارة، أنه بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، أي الذي يعرف
ويتميز ممن سواه بمجموع هذه الكلمات الثلاثة المذكورة. اسمه المسيح عيسى بن مريم، والاسم في اللغة، الاسم في اللغة، العلم في اللغة يأتي على ثلاثة أنواع: العلم، اسم، ولقب، وكنية. فالاسم ما يطلق على المسمى، ومن هذه الكلمات الثلاث المقصود به عيسى فهو الاسم. واللقب في اللغة هو ما يشعر برفعة صاحبه أو بضعته، إما بالرفعة أو الضعة النزول. والمقصود هنا من هذه الكلمات الثلاث المسيح. ثم الكنية، وهي ما كان فيه أب أو أم، والمقصود هنا ابن مريم. فاجتمع في هذه الثلاثة اسم ولقب وكنية. فالاسم عيسى عليه السلام، واللقب المسيح، والكنية ابن مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح، هذه الكلمة أولا حتى ندرك معناها، وقف العلماء وقالوا: هل هذه الكلمة الأصل أنها عربية أو عبرية؟ الأصل فيها، فمن قال عربية بحث عن اشتقاقها من حيث اللغة، ومن قال عبرية نظر إلى معناها في تلك اللغة. فمن قال أنها عبرية فقال: المسيح كلمة عبرية أصلها مسيحا، ومعناه المبارك، معناه المبارك. وأما من قال أنها عربية فقال: المسيح فعيل، إما بمعنى المفعول وإما بمعنى الفاعل. فمن قال فعيل بمعنى المفعول، فمنهم من قال بهذا الاشتقاق فعيل بمعنى المفعول، قالوا يعني أنه مسح من الأقذار وطهر، ومنهم من قال أنه مسح بالبركة. طبعا هو أخذ مما جاء في وصفه من الآيات، فالاصطفاء والتطهير. ولذلك قالوا المسيح بمعنى فعيل أنه مسح من الأقدار وطهر. وقال أيضا كما ورد: وجعلني مباركا، فقالوا مسح بالبركة. وأما من قال فعيل بمعنى الفاعل مثل عليم وعالم، قالوا سمي ذلك مسيح لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون، كما ذكر الله يمسح على الأبرص والأكمه فيبرؤون، وكان يحيي الموتى بإذن الله. فقالوا إذن هنا مسيح على وزن فعيل بمعنى الفاعل، الفاعل. وقيل مسيح لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان، في مكان. فإذن هذا معنى المسيح على أقوال العلماء بحسب الاشتقاق: هل هذه الكلمة أصلها عبري أو أصلها عربي؟ فمن قال عبري رأينا ماذا قال، ومن قال أن أصلها عربي كيف ذكروا المعنى المراد من كلمة المسيح. وكما قلت الاشتقاقات التي ذكرت في من قال عربي وكذلك من قال عبري، فإنهم أرجعوا تلك المعاني إلى ما ذكر الله عز وجل من أوصاف عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام بكلمة منه اسمه المسيح
عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. تكرار اسم مريم هنا لأن العادة أن ينسب الابن إلى أبيه، فذكر الله أكبر الله أكبر. طيب نقف عند هذه الآية ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.